أهلا بحضراتكم من جديد إلى استكمال هذه الجولة الصباحية. من الآن مستمرون مع حضراتكم فيها لنطوف سويا في آخر وأبرز التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن التطورات الجارية في الساحة الداخلية. كالمعتاد سنتحول إلى إبراهيم عزت في هذه اللحظات ليسلط الضوء على أبرز ما طلعتنا به وكالات الأنباء. إبراهيم عزت سيبدأ هذه القراءة، تفضل إبراهيم. العزيز أحمد أبو زيد، صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه القراءة الجديدة التي تأتيكم كما جرت العادة في الساعات الأولى وفي هذه الإطلالة الصباحية من الآن. سنتحدث مع حضراتكم خلال الدقائق القادمة وسنلقي الضوء حول أبرز الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العربية والدولية خلال الساعات القليلة الماضية. دعونا أن نستهل هذه الجولة مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من وكالة الأنباء البحرينية، والتي تحدثت حول الهجمات الإرهابية التي وقعت بالأمس على معملي شركة أرامكو السعودية، وتحديدا وكالة الأنباء البحرينية نقلت هذا الخبر نقلا عن وزير الطاقة السعودي الذي أفاد أن الهجمات الإرهابية على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت في عمليات الإنتاج. نقرأ مع حضراتكم تفاصيل هذا الخبر وما جاء ما بين سطور هذا العنوان. صرح وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بأنه يوم السبت 14 من سبتمبر عام 2019 وفي تمام الساعة 3:31 و43 صباحا وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص ودقيق نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس بيانا لوزير الطاقة الذي أشار فيه عن توقف عمليات الإنتاج في معامل دقيق وخريص بشكل مؤقت نتيجة العمل الإرهابية، وبين أن التقديرات الأولية أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، وأنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات. وأوضح أن هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعية، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعية بنسبة تصل إلى حوالي 50%. وما زلنا مشاهدينا الكرام من وكالة الأنباء البحرينية، وبخصوص هذا الموضوع والهجمات الإرهابية التي وقعت بالأمس في معملي لشركة أرامكو السعودية، ولكن هذه المرة نقرأ مع حضراتكم تصريح وخاص عن رئيس شركة أرامكو السعودية الذي أكد عبر هذه الوكالة أو التصريح الذي تنقلته وكالة الأنباء البحرينية أنه لا توجد أي إصابات بين العاملين في معملي دقيق وخريص إثر العمل الإرهابية. أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر أن فرق الطوارئ تصدرت على الفور للحالات الطارئة في الشركة الناتجة عن الهجمات الإرهابية بمقذوفات، وتمكنت من إخماد الحرائق بنجاح في معاملها في بقيق وخريص. وقال رئيس شركة أرامكو السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس أنه تم إخماد الحرائق التي نجمت عن العمل الإرهابي والذي تسببت في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم. وأكد الناصر أنه بعد تفقد موقع الهجوم
لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين، كما ذكر معبرا عن شكره للفرق الذي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث، وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محددة حول ذلك خلال 48 ساعة القادمة. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى وكالة الأنباء الدولية رويترز، والتي أيضا نقلت بخصوص هذا الموضوع، ولكن في هذه المرة هي تصريحات داعمة للمملكة العربية السعودية، وتحديدا هي صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نقرأ عنوان هذا الخبر من وكالة رويترز: ترامب يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها. تفاصيل هذا الخبر: ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها. وأضافت الوكالة أن ترامب شدد على التأثير السلبي للهجمات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن السعودية لديها الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه. ونتحول مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى وكالة الأنباء الفرنسية، والمعروفة اختصارا باسم فرانس بريس، والتي نقلت هذا الموضوع بالطبع عن يعني ملف آخر، وتحديدا نقرأ من هذه الوكالة هذا العنوان: دول غرب إفريقيا تعلن خطة لمكافحة الجهاديين بمليار دولار في قمة طارئة. وتفاصيل هذا الخبر أيضا نقرأه مع حضراتكم: قرر قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السبت رصد مبلغ مليار دولار لتمويل خطة عمل لمكافحة الجهاديين تغطي للفترة بين العامين 2020 و2024، وذلك خلال قمة طارئة للبحث في سبل التصدي لتنامي خطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. وقال رئيس النيجر محمد إسوفو إن المجموعة قررت تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب، على أن تعرض الخطة وتمويلها في ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة. وستسهم الأموال التي ستوضع في صندوق مشترك في تعزيز العمليات العسكرية للدول المعنية في العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة. وقال إسوفو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إن المجموعة بعيدة كل البعد عن الانهيار. وفي البيان الختامي للقمة يظهر بوضوح دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمجموعة دول الساحل الخمس وللقوى المشتركة في حوض بحيرة تشاد، في حين كان العديد من المراقبين ينعون مجموعة دول الساحل الخمس.
وما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من وكالة الأنباء الفرنسية والمعروفة اختصارا باسم فرانس بريس، ونقلت هذا الخبر أو هذا التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديدا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والخاص بمقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس القاعدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت مقتل حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن، والذي اعتبر خليفة لوالده على رأس تنظيم القاعدة. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو الماضي. وقال ترامب في بيان: قتل حمزة بن لادن المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان من دون أن يحدد تاريخ العملية. وأضاف: مقتل حمزة بن لادن لا يحرم القاعدة من سلطاتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده فحسب، بل يفوض أيضا أنشطة عملانية مهمة للتنظيم. وتبع ترامب: حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة. ورحب السيناتور الجمهوري على تويتر بالإعلان، معتبرا أنه يوجه رسالة قوية بأن أمريكا لا تنسى أبدا، وبأننا سنذهب أينما تواجد الإرهابيون لحماية وطننا. وجاء تأكيد ترامب مقتل حمزة بن لادن بعد 3 أيام من إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وبعد أسبوع من إعلانه إلغاء لقاء في كامب ديفيد مع قادة طالبان. وبالعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام للحادث الذي وقع بالأمس في شركة أرامكو السعودية، ونقرأ من وكالة الأنباء الإماراتية والمعروفة اختصارا باسم وام، والتي أيضا تحدثت حول الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي. ونقرأ من هذه الوكالة تحت عنوان: ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، تلقى اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصادين الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي. من جهته أكد سمو ولي العهد السعودي أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه. ونتحول مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من وكالة الأنباء السعودية والمعروفة اختصارا باسم واس، والتي نقرأ منها تحت عنوان:
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يدين تصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت. تفاصيل هذا الخبر أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت. وذكر الاتحاد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في بيان أنه تابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل. وأضاف البيان أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يرى هذه التصريحات عنصرية وإصرارا على الإجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس. ونبقى مشاهدين الكرام في وكالة الأنباء السعودية والمعروفة اختصارا باسم واس، ونقرأ منها تحت عنوان تحالف حقوقي يمني يوثق 3544 حالة اختفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأربع سنوات الماضية. نقرأ تفاصيل هذا الخبر مع حضراتكم، حيث وثق تحالف حقوقي يمني 3544 حالة اختفاء قسري في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر عام 2014 وحتى ديسمبر من عام 2018 في عدد من المحافظات. وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ندوة نظمها مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن من بين المختفيين 64 طفل و15 امرأة و72 مسنا. وطلب التحالف في ورقة عمل طلب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المختفيين قسريا وتحديد مصيرهم وإيقاف عمليات الاختفاء القسري وإلزام ميليشيا الحوثي بعدم التكرار ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص وجبر ونتج ضرر للضحايا وإدانة كافة أعمال الاختفاء القسري التي ارتكبها المتمردون الحوثيون.
وأخيرا مشاهدينا الكرام، نختتم مع حضراتكم هذه الجولة من وكالة الأنباء الكويتية والمعروفة اختصارا باسم كونا، ونقرأ منها هذا العنوان: الرئيس الأمريكي يعني يؤكد أن طالبان ارتكبت خطأ فادحا ولا تعرف كيف تعالجه. تفاصيل هذا الخبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة طالبان ارتكبت خطأ فادحا ولا تعرف حتى الآن كيف تعالجه، مشيرا إلى أن الحركة الأفغانية لم تواجه ضربة كالتي تتعرض لها الآن. وأوضح ترامب في تغريدة له على موقع تويتر: قتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي عظيم، مضيفا أن طالبان تعلم أنها ارتكبت خطأ فادحا وليس لديها أي فكرة عن كيفية معالجتها. وتابع ترامب: توجد طرق أفضل بكثير لإجراء مفاوضات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت الماضي بشكل مفاجئ إلغاء مفاوضات سلام سرية كانت مقررة في اليوم التالي مع زعماء طالبان ورئيس الأفغاني أشرف غني في المجمع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميرلندا، بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول قتل فيها جندي أمريكي وإحدى عشر آخرين. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر الذي قرأناه مع حضراتكم من وكالة الأنباء الكويتية نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الجولة، ولكن بطبيعة الحال تغطيتنا على مدار الساعة لم تنتهي بعد، لذا دعونا أن نذهب مرة أخرى إلى الزميل أحمد أبو زيد في الاستوديو ليكمل ما بدأه مع حضراتكم في هذه الإطلالة الصباحية. أحمد إليك الكلمة. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت الذي انضم إلينا على الهواء مباشرة وقدم هذه القراءة الوافية من وكالات الأنباء العربية والعالمية، أشكره شكرا جزيلا.